That movie to me, my wife could tell me sexy. I was like, half of you, the girl that shop will pop you. My girlfriend in chat and listen and chase you. What was the deal? That's what I'm gonna go with you. When she said she could, so I'm 3 years in. I thought she said I'm the bad one, I'm a rocky fool. I'm happy to be there, I'm smelling on my face, bro. بلي اي حاجه كتبغي تنتجها انت مثلا كتبدا لك من ليماجيناسيون ديالك فهمتي من الخيال ديالك انك كتكري بزاف الحوايج في ليماجيناسيون ديالك هذيك كتسمى الحقيقه الثانيه الحقيقه من الدرجه الثانيه الحقيقه من الدرجه الثالثه هي اللي كتحط انت وما كتشبهش داكشي اللي في ليماجيناسيون ديالك والحقيقه من الدرجه الاولى هي داكشي اللي بارفي داكشي كامل شكرا هذاك الشيء باش دابا انت راك راه دابا انت لعب هنا لعب بين الثلاثه هادو راك عندك الصراع مزيان واش ملي كتوصل للصراع ملي كتوصل للصراع هادو واش توصل الفكره الا كان كيبان لك بوز هنا غير كيطلع وجالس كيتعمق علينا فراك غلط لحقاش الا راك سي مزيان وحاول تفهم الكلمات اللي تقالوا وتشوفهم بواحد المنظور فلسفي وتطبقوا فراك غادي تخربق ديال بصح والالاف ديال الاسئله غادي تبدا تطرحهم على راسك هادشي اللي خلاني نمشي نقلب شويه وفعلا لقيت ان هادشي اللي تيقول فيه بوز اولا عنده علاقه مع نظريه فرويد اللي كاملين قرينا عليه ولكن بالطبع نسينا ما فيها باس الا فكرتكم باللي انت ولا انا ولا احنا كاملين الشخصيه ديالنا كتكونوا من ثلاثه ديال المستويات اللي بهم كنعيشوا وكنتوازنوا وكنقدروا نطوروا من راسنا فباش ما نتعمقش عليكم بزاف غادي نشرح لكم هادشي خفا زربا نبداو بالهو اللي هو اول قسم اللي تيكون فينا من نهار كنتخلقوا هاد الهو كيمثل الغرائز والشهوات اللي كتحركنا ككائنات وهذا القسم كيكون لا واعي فمثلا الا جاك الجوع خاصك ضروري تاكل وخا تعرف تمشي تسرق المهم تعمر كرشك وتبقى على قيد الحياه وهنا كيبان التاثير ديال الهو عليك نتايا دابا ندوز للقسم الثاني اللي هو الانا الاعلى اللي فيه كتكون مجموعه من القيم والمبادئ اللي كنتعلموها وكنترباو عليها من المجتمع ديالنا وكاع دوك الاخلاق الزوينه فمثلا كان فيك الجوع وخاصك ضروري تاكل فهنا غادي يقول لك الهو اللي دوينا عليه سابقا سير كول ديك الماكله اللي قدامك وخا نتايا عارف راه ماشي ديالك مثلا ديال الوالده ديالك وهنا في نفس الوقت تيجي داك الانا الاعلى ديالك وكيقول لك وقف عند حدك وما كيخليكش تاكل ديك الماكله ديال الوالده حيت حشومه وماشي من الاخلاق الزوينه داكشي علاش غادي تغيرها وتمشي تدبر على القص في جهه اخرى اما بالنسبه للقسم الثالث فراه سميتو الانا وهذا القسم هو اللي تيكون كيبان لينا في بنادم حيت هاد الانا كيجمع ما بين الهو والانا الاعلى وهذا الشيء اللي كيخلي تولد واحد الصراع ما بين الهو والانا الاعلى ديالك حيت الهو ديما كيفكر في المتعه وكيحاول يتجنب الالم وديما كيبقى يوسوس ليك سير دير هادي دير كذا وانت غادي ولكن اللي كيفرني هاد الرغبات والشهوات هو الانا الاعلى ديالك اللي تيشكل واحد الضمير اخلاقي واحد الدرجه كبيره بزاف هادشي اللي دوى عليه بوز فلو وكذلك الا زدنا نتعمقوا اكثر فراه غادي نلقاو راسنا كندوى على نظريه المثل ديال افلاطون وكيفاش الحقيقه اللي كنعرفوا ماشي هي الحقيقه اللي كنعرفوا مرحبا بكم في اذاعه لندن الجهويه مرحبا إذاعة لندن ترحب بكم البراق مرحبا بكم في عالم البراق الرحلة العظمى بوز فلو برمش بالكتامة وسط جوان مستل تحت جمال الصحراء دار الدنيا طياراتون بوز مستي قرارات لهبل عدنا في القارورات حفظنا قاع الأرارات والحياة عايراتون أولا فلسفة في السياق ماشي شي كلمة كبيرة غير زعما شنو هو المبدا ديال بوز وهنا كندويو طبعا في الجانب الموسيقي والفكره اللي بغيت تثبت بوز فلو عليها في الراب المغربي التفوق الوهمي حاجه كاينه في الانسان اللي كتخليه يشوف الايجابيات ديالو شي حاجه كبيره اما السلبيات ماشي شي حاجه فمثلا كل ما زاد الواحد تعلم فراه يقدر يجي واحد النهار ويفقد الثقه في راسه كما قلت لك انور الدين طلبني بانه نتكلم معاه وكان عندي انا دي ريتيسونس ما بغيتش نتطفل على واحد الحاجه اللي باقي ما كنعرفش ليها ما قريتش عليها واللي ما لقاش كيفاش يتعلم انا احسن من كلشي باسكو مو سوي تيليجون تنخاف لنموت وباقا ما تعلم اما اللي خبير في شي حاجه فراه كيحط راسه في البلاصه اللي خص يكون فيها بالضبط براسك موسيقار لا كبير عليا تنقول موسيقي عندي شركه صغيره ديال الانتاج يعني كلي نقول لك مدير شركه
بوز يمكن الكارير ديالو بدات غير بسبب هاد التفوق اللي قال ليه راسو انه راه يقدر يدير شي حاجه احسن بزاف من داكشي اللي كيديروه الاخرين. بفيت الدنيا ومازال ما لاشيت. بالنسبه للدين اللي كيدخلوا بوز في بزاف ديال الدياتك ديالو فراه بالنسبه ليه كيشوفوا انه من اهم الحوايج اللي خاصو يدوي عليهم، حيت بغى يوضح شحال من حاجه بحال الطريقه اللي كيتستغل به الدين من طرف الدوله باش يسيروا القاطع ويتحكموا فيه. هادشي اللي خلى بزاف ديال الناس طرح السؤال واش بوز كيامن بهادشي ولا لا. استغفر الله. هلوسه سببها بزاف ديال الافكار اللي مخربقه ودي ميتافور بعاد على الواقع وكذلك الموضوع ديال الدين. هادشي كامل خلى بوز يدير لينا 4 ديال الاجزاء من هلوسه اللي شرح فيها بزاف ديال الحوايج وبسببهم قدر بوز يتحرر من دوك الافكار. بوز فلو برمش بالك تما وسط جوان مسطل تحت جمال الصحراء دار الدنيا طياراتون. الطريقه ديال الكتابه اللي خلات بوز يتسمى بفيلسوف الراب فيها بزاف ديال الامثله الشعبيه لكي ياخذهم وكيحاول يقلبهم ويقولهم بطريقته، كذلك الاساطير والاضطرابات النفسيه واش لا بلانات كيستعملهم. فاش جبت البوز في تويتر وهادي ما عجبنيش هو بالضبط، ما عجبنيش فهمتي هو بالضبط الطريقه كيفاش خدا داك الشيء وكيفاش بغى ينسبو لراسو وخدا ليك بزاف. انا راه البوز راه دابا وجهه ما عقلتش عليه انا كيدير، راه عندي كي هذا عندي بزاف البوزات في دماغي انا واش نمشي كيفاش راه ماشي هو اكزاكتلي ماشي هو حوايج ديك راه بنادم عارفو مي كاين اللي بقى غير فان نورمالمون مي كاين اللي طبقو وبغى يبيع ويشري به. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. هلواسه القضيه مضبه، كنتمنى يكون عجبكم ولا بغيتو بارت ثانيه على شي رابور اخر ولا لا بوز نيت ما عليكم غير تكتبوا لي في كومونتيرات. كان معكم بيكولو، تهلاو. We'll be right back.